السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. احنا الآن كنتواجدوا بقلب دور الصفيح بمدينة تمارة، وبالضبط دوار أهل الحارة. عند من كنتواجدوا وفين كنتواجدوا؟ بزاف الناس غيبغيو يعرفوا شنو واقع وشنو كاين بالضبط. هنا كنشوفوا قدامنا واحد البطل مغربي، هشام الجميلي. هشام الجميلي اللي مثل المغرب مجموعة من المناسبات داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن. هشام كيسكن في دور الصفيح بمدينة تمارة. هشام بحاله بحال أي واحد، جا الدور ديالو باش يسوي الوضعية المالية والقانونية باش يستافد بحاله بحال الناس. هشام كيلقى راسو ما عندوش باش يخلص. هشام كيشوف راسو ما قادرش يخلص رغم التضحيات الكبيرة اللي ضحى وبزاف د الحويجات اللي دار. خويا هشام، عاود لنا شويه على التجربه ديالك الرياضيه. التجربه ديالي بدات في 99، لعبنا بطوله افريقيه مؤهله لبطوله العالم، كانت في اكادير، اول خرجه ليا للقاهره في 2002. من تما بدات المسيره ديالي. لعبت سيدي بطوله العالم في ميريكان 2010، ولعبت الالعاب الاولمبيه ديال البارا اولمبيه في 2012 في لندن، ولعبت بطولة العالم في بولونيا 2014، وأدخل الألقاب الإفريقية والدولية. واش كانت شي التفاتة من المسؤولين في ظل هذه الأزمة وهذه الجائحة ديال الكورونا وجات شي ديال البراريك والترياب، واش كانت شي التفاتة في حق الأبطال أو ممثلين للرياضة المغربية بصفة عامة؟ ما كاين حتى التفاتة، حتى واحد ما سول وحتى واحد ما قال لي شنو درتي ولا حتى حاجة. كنوجه النداء للزملاء ديالو ديال المنتخب الوطني اللي منهم عبد الرحيم انيس ومحمد فضله وعبد الغني فويتير وليون زيابو اللي دوروا ليا وتكلموا معايا وهذاك الشيء، اما شي واحد حتى واحد ما دور ليا شي حاجه. الاخوان كما كتشوفوا احنا الان كنتواجدوا عند خونا هشام اللي ضحى بالغالي والنفيس باش يرفع الرايه الوطنيه خارج ارض الوطن. هشام كيلقى راسو عاجز باش يخلص الواجب بحاله بحال الناس، منو من الناس اللي ما لقاهم ساكن ما يقدموا ما يوخروا في ظل هذه الجائحه وفي ظل هذه الازمه اللي جات من وراها مباشره هذه الاستفاده، واللي على الاقل خاصك واحد 35000 درهم باش تدخل الكريدي، اما الا كنتي غتخلص كاش فخاصك 11 مليون ونص تقريبا. خويا هشام، شنو الرساله ديالك للمسؤولين بمدينه تمارا؟ المسؤولين ديال مدينه تمارا منهم سيد العامل ولا سيد الباشا، كلهم خاصهم يعاونوا هذا البطل، بينا عطي الشيء الكثير لهذه المدينه هذه. سمعت في حقي ومثلت البلاد احسن تمثيل، وعندي القاب اللي كيهضروا عليا. انا دابا ما عنديش 10 المليون، كنتمناو من الناس المسؤوله ديال مدينه تماره واللي غيرون على هذه الرياده هذه يعاونوا هذا البطل. وكنوجه الرساله عاوتاني لوزاره التضامن الداخليه والمؤسسة محمد السادس للابطال الرياضيين. كنشكرو السيد منصف بالخياط ولا سعيد بالخياط ولا الاعضاء ديال المؤسسه محمد السادس. كنقول لهم خاصكم تعاونوا هذا البطل هذا، ما يمكنش انايا نشرد انا وليداتي في الزنقه، ما عنديش 10 مليون ومليون ديال النوطير، ما عنديش من جيبه هادشي اللي كاين. كنتمناو من الناس المسؤوله ديال مدينه تمارا يشوفوا لي هذا الحل هذا. خوتي، الصوره غنيه عن كل تعليق، صورة غنية عن كل تعليق. كنتمناو من الله انه في القريب العاجل نشوفوا التدخل ديال المسؤولين، لان كنشوفوا بطل مغربي اللي ضحى بالغالي والنفيس ومثل مدينة تمارة احسن تمثيل في بطولات عالمية. ابن مدينة تمارة الان يستنجد من بعض الله المسؤولين باش يدخلوا في القريب العاجل، لان المصير ديالو التشرد في حالة قدر الله انه ما لقاش باش يخلص. الله يرحم الوالدين، كنتمنى من الله يكون شي تجاوب مع هذا الفيديو مباشره من دوار اهل الحارة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.